كانت جنيف وخاصة فيما يتعلق اليوم فيها فئة من الإنسانية اللي متواجدة في السجون، وحبينا اليوم التفاتة إنسانية لهؤلاء. بالنسبة للجزائريين عندنا الهلال الأحمر الجزائري راه عضوة في اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية للمحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع، والممثل متاعنا هو الأستاذ المحامي عامر نزافان في هذه اللجنة. حبينا اليوم باش نسلموا له 4000 كمامة، وهو بدوره باش يسلمها للسيد المدير العام للإدارة العامة لإدارة السجون، يعني مساهمة من الهلال الأحمر في تدعيم مجهودات وزارة العدل.